هل تابعت ما ذكره كلاتنبرج معانا من شوية؟ بص، انا يعني عارف الايميلات اللي جات لي، تمام. انما اللي ذكروا في الاعلام انا مش يعني ما تابعتوش قوي. انما هي الفكره ان احنا عندنا موقف يعني شبه قانوني او هو قانوني، وفي تعاقد موجود، في اوراق ومستندات بنشتغل عليها. تمام. اتحاد الكوره دائما وابدا بيلتزم بتعاقداته. احنا ما كانش فيه مشكله مع مستر كلاتنبرج لحد النهارده، برضو ما عندناش مشكله معاه. هو حب ينهي عقده، ما فيش مشكله برضو. استقالته قدمها، قال ان في مستحقات ماليه احنا راجعناها النهارده ايوه. مع الاداره الماليه. الراجل كان واخد شهرين مقدم، كان اشتغل معانا حوالي 5 شهور، قبض 3 شهور وتبقى له 11 و12 اللي هم كان فيهم فترة كأس العالم، بدأت من يوم 20/11 لحد بالظبط يعني 18 ديسمبر. 19/12 ايوه. 19/12، وده كان منصوص عليه في عقد مستر كلاتنبرج مع اتحاد الكورة ان الفترة دي هو كان، واحنا بنتعاقد معاه هو كان متعاقد اوريدي مع احدى القنوات انه يحلل ماتشات كأس العالم. والجزئية دي اتحطت في العقد بتاعه ان فترة الشهر دي هو مش هيتواجد فيها وهتبقى بدون مرتب. ايوه. في فترة الجزء الأولاني بتاع شهر 11 ما كانش خده، والجزء الأخراني بتاع شهر 12 ما كانش خده. وهو لما رجع من أجازة الكريسماس ونيوير قعدنا معاه عشان نظبط بس التواريخ، ايوه. ده أمر طبيعي يعني، ايوه. وظبطنا التواريخ. كان مفترض إن هو يسلم فلوسه الأسبوع ده، وحصل التداعي السريع للموقف وهو سافر. ولما بعت يسأل على فلوسه، هو اوريدي واخد شهرين اللي هو مقدم التعاقد، ايوه. وكانوا بيتخصموا على مدار السنة، فتقريبا دي قصاد دي يعني دي هتطلع مغطية الفترة اللي هو ما قبضهاش. تمام. فيعتبر في النهاية المبلغ المتكلم فيه كلام صغير يعني. هو مفيش شرط جزائي في التعاقد ما بين في الطرفين. شرط جزائي شهرين، في شرط في جزائي شرط شهرين. جزائي شهرين للي بيفسخ من طرف واحد يعني، وده وهو الشؤون فسخ من القانونية طرف واحد. احنا بنعتبر كده، هو ده الشؤون القانونية بتشتغل عليه. خد بالك القصة كلها كانت امبارح والنهاردة، فيعني هو بعت الاستقالة امبارح، النهاردة مجلس الإدارة اجتمع وحول الملف للشؤون القانونية تمام. عشان تشوف هل احنا لينا حق في هذا الشرط الجزائي من عدمه، وهنتحرك من خلال ده يعني. والشؤون القانونية لقيت ان لينا حق ولا احنا لسه؟ ده لسه النهاردة الكلام ده، يعني لسه فيعني كان بندرس على بكرة البند ولا حاجة. كان بيقول بالظبط ايه. بالظبط بالظبط. تمام. طيب، هو اتكلم على قصة خلال كأس العالم دي، وهو قال ان هو خلال كأس العالم كان رغم تواجده خارج مصر بالاتفاق، يعني كان بيتابع بشكل يومي وكان بيشتغل من هناك في قطر من أجل مصر. فهل كان في فعلا عمل بيحصل من أجل التحكيم في القصة دي؟ بص عشان نبقى منصفين، هو كان بيتابع وبيعمل زوم ميتينجز مع لجنة الحكام ومع الحكام، وبس انا مش عارف مدى انتظام هذه الاجتماعات من عدمه. انما كان ده فعلا بيحصل. هل ده فنيا يبقى كويس للحكام ان انا مجرد ان انا اتابعهم بالزوم ولا لا؟ بس في النهاية هو الشهر ده متفق عليه انه يبقى مش موجود، طيب. فاحنا متفقين على ده من الاول، فمش هقدر احاسبه كاتحاد يعني على الشهر ده ان انت كنت بتتابع ازاي او بتتابع لي، انما قبله وبعد بحاسبه على قبله وبعد. تمام، مفهوم.